صيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا وحلقه نهايه الاسبوع واتمنى ان كل حلقات الاسبوع ده تكون نالت اعجاب حضراتكم والنهارده نختم كده بحلقه تكون حلوه. النهارده عندنا في المطعم صينيه اميره صينيه حوادق وصينيه حلويات. اهلا اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. صواني فيها ايه؟ اول حاجه عاملين لحمه بصوص البرتقال ومقدمين معاها رز وبطاطس ويدجز وعاملين تشيز كيك حادق وعاملين الحلو حاجه كده من الطبقات طبقات 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 طبقات. حلو انت كام طبقه؟ خمسه. يا حلو انت يا حلو في عين العدو. اهلا وسهلا. بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي مع اميره حسن عندنا النهارده فقره هنلعب فيها رياضه وكابتن طلعت والنهارده معاه كابتن بودي وكابتن اسو اسلام منورين. اهلا 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 اهلا. اعملوا لي كلوز على وش طلعت لو سمحتوا. بيج كلوز عشان انا بقالي ست سنين اعرفه. لف كده ورينا قفاك. حلق شعره. حلق شعر قمر يا اخويا. حبيبي يا شريف. حبيبي. ازيكم يا كباتن؟ منورين. هتكلمنا على ايه النهارده؟ هنتكلم ليه المفروض نشرب من 3 ل 4 لتر ميه في اليوم؟ والله هنخش الحمام كتير قوي. معلش ليها فوائد بقى. نعرف ايه الفوائد. بقول لك ايه؟ ايه؟ مين اداك قفا الحلاقه؟
لا ما خدتهاش الحمد لله. كنا بناخدها واحنا صغيرين. اللي هي ايه؟ القفا. وكما كبرت؟ لا خلاص بقى. مش انت صغير؟ 35 مش صغير قوي يعني. يا بتخش القفا الحلقه؟ لا يا حد ابقى اقول لك الحاجه بعدين طبعا. طب بقول لك ايه؟ الدين راح فين؟ انت تعرف انت ما اعرفش انت شفت الفيديو ولا لا بس انا اللي قصيته بايديا. بجد؟ والله؟ ورميته في الزباله؟ اكيد. ليه؟ اكيد. ما كنت تحتفظ بيه يا ابني. والله فكرت بس يعني هي كان الموقف كان لا ربيه تاني بقى. عشان اقصها واشيلها تمام حاضر. اعمل باي ذا واي هو انا 10 سنين مش 6 بس. اعمل بقى القصه كده لقدام ورينا هيحصل. لا يعني اهو نزلها كده هحسدك يا طلعت. بعد كده نختم يومنا النهارده واسبوعنا النهارده وجلاديس حداد يا اولاد اهلا. لا 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 حبيتك بالسيف. ازيك يا جوجو؟ ازيك يا شيرين؟ الحمد لله تمام تمام. النهارده كلامنا عن ايه؟ هندخل بقى في الدوله الحديثه اسره 18؟ اه مش كل الملوك بس البدايه بتاعه الاسره 18. البدايه قويه الاسره 18 دي من اقوى الاسر هنقعد فيها كذا حلقه في مصر القديمه منوره حبيبي. ميرسي. عايزه حاجه من وائل فوق؟ لا لا تمام. لا لا اصل موضوع الهكسوس عامل معاه مشاكل. حلقه الهكسوس كانت قوية مشاكل يعني. طب عندنا كمان النهارده فرقتي مزازيكي مع عندليب الشارع استاذ حسام حسني اهلا. ازيكم؟ ازيك جميل؟ ازيك؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه؟ حسام هو النهارده وائل اكل حاجه مش طبيعيه؟ لا لا لا. اصل من شويه زور. لا لا عادي زغطه. هو دي زغطه؟ اه. متاكد السده زغطه مش حاجه ثانيه يعني؟ اه لا لا. اوكي. زغطه عادي. اصل الهكسوس برضو كان عندهم زغطه. مين؟ هو انت متبهدل؟ منورين. يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس مش هنغنيها يعني بس مبروك. يعني اليوم اللي الناس بتتجوز فيه كتير يوم الخميس بيبقى فيه حالات زفاف كتيره وكاتب كتاب وخطوبات وناس بتغني وتفرح وتزغرت. بنتمنى التوفيق ومبروك لكل العرسان. ويوم الخميس دايما الانترو بتاعنا بنختمه باغنيه خاصه بالافراح والزفه اللي في الافراح. وحسام دلوقتي محضر اغنيه حلوه قوي ان شاء الله تبسطكم. بعديها فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع اميره حسن. خليكم معانا صباح مزيكا. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة لمتنا مبروك مبروك يا سلام يا سلام شو بتمنى بحياتك تتهنى يا سلام شو بتمنى بحياتك تتهنى هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك 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 أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف اهلا 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 اميرة حسن النهارده مش عندها صينية واحدة صينيتين صينية كلها حوادق وصينية فيها طبق حلويات اهلا وسهلا ازيك يا حاج ازيك يا شريف عامله ايه يا حاج الحمد لله زي كويسة الحمد لله اتعجزتي قبل كده صح؟ وانا صغيرة اعتمرتي لا اعتمرت وحجيت بس الحجة ما تحسبليش كنت لسه صغيرة كنت عندي كام سنة يعني كان عندي 11 سنة تقريبا وليه ما تحبسك مين قال لك ما تحبسك مش المفروض بعد ما ابلغ لا ما مش يعني عادي مش عارف تحسب لك برضه كان عندي 11 سنة ساعتها
ربنا بقى دي حاجة ترجع له. صح. بس تصدق فاكرة كل تفاصيلها لحد دلوقتي؟ فاكرة جدا. يعني ده سنة كام؟ سنة لا مش فاكرة. كان عندي 11 سنة دلوقتي 38 يعني. انت مواليد سنة كام؟ من 27 سنة يعني. انت مواليد سنة كام؟ 86. 86؟ يعني انت روحتي 97. يا خرابي. أول مرة في حياتي روحت العمرة كانت سنة 2000. 2000 هي 2001 مش فاكر. لا العمره احنا كنا بنعملها مرتين في السنه لان احنا كنا عايشين في السعوديه. فكان كل اجازه نص السنه واخر السنه كان بابا يودينا نعمل عمره. وكان اخر عمره بقى فاكراها انا كانت في رمضان. اخر عمره قضيناها قبل ما نرجع هنا كانت لا كانت حلوه جدا. ساعتها ما كانتش زحمه ما اعرفش سبحان الله. لا انا ما روحتش عمره في رمضان اي حاجه. العمره في رمضان هناك رهيبه. دلوقتي بقت زحمه عن زمان مع بقت الاعداد متزايده جدا. انما انا فاكره اخر عمره ليا كانت في رمضان وفاكره كل الطقوس بتاعتها وفاكره كنا بنصلي الفجر هناك في الحرم كانت بتبقى خطيره. وانت فاكره العمره بتتعمل ازاي؟ طبعا. ليه يا شيخ؟ اول حاجه اللي حوالين الكعبه اسمها الطواف. وبعد كده ازاي الطواف؟ مكان ما بنبدا بننتهي. منين؟ من اي حته كده؟ لا مش فاكره. من عند الحجر الاسود. بنلف السبع لفات. بسم الله الله اكبر. مش اسمها سبع لفات. السبع طوافات. مش سبع بنطوف سبع لا. اشواط. مش سبع لفات. مش عارفه المسميات ما كنت صغيره. لا لا لا, لا. واحنا بقى احنا انا بقول لك ده علشان ايه السبع اشواط اللي بتعمل على النار عشان نتكلم. سبع اشواط بنبتدي كل شوط من عند الحجر الاسود. وبعدين كده نطلع الصفا والمروه برضو سبع. لا 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 لا, لا 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 لسه. بعد ما نخلص الشوط السابع بنقف ورا مقام سيدنا ابراهيم بنصلي ركعتين. وبنقرا فيهم ايه؟ كل هو الله احد. مش فاكراها. وكل يا ايها الكافرون. بعد كده بنروح نشرب ميه زم. بعد كده اول ما نخلص الطواف اصلا سبع اشواط الرجاله بتبقى المفروض مبينها كتف ومغطيه كتف. بنداري الكتفين. يعني قبل ما نبتدي اول شوط اولا الرجاله المفروض تنزل من الاوض مغطيه الكتفين. والستات؟ لا ما الستات اكيد يعني. لا لا الاحرام ده حاجه ثانيه خالص. لا الاحرام ده احنا بنحرم وكذا وكذا وكذا. بس عشان انا بوضح عشان ما تقعديش تفتي عشان اسالك. لا مش بفتي انا فعلا عايز اعرف. قبل الاحرام مش قبل العمره في احرام؟ طبعا. ايوه ما انا قصدي على ده. بنحرم وممنوع بقى شعر يطلع وممنوع نقص شعر وممنوع نجادر وممنوع نتخانق وممنوع نتعصب وممنوع حاجات كثيره جدا. ممنوع نحط بارفان رجاله وستات. ايوه انا عارفه ده. والرجاله المفروض يبقوا مغطيين الكتفين. اول لما الراجل ينزل عند الصحن الكعبه ويبتدي قبل ما يبتدي يقول اول شوط بيروح مبين كتف. الكتف. وبعد كده نخلص السبع اشواط نغطي كتف كتفنا نروح ورا مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام ونصلي ركعتين. بعد كده نروح واحنا نتجه الى الصفا السعي اسمه السعي بالصفا والمروه نتجه اليه نشرب الاول ميه زمزم بين الاثنين قبل إيه؟ ما نطلع الصفا والمروه يعني قبل ما نشرب ميه زمزم نطلع الصفا والمروه بنقف هنا وبعدين نبدا سبع اشواط برضو. وفي مكان معين الرجاله عنده بتهرول في حته الحلاقه دي بقى اقول لي لا ما اصبري ما انا جاي لي خطوه خطوه. في بقى منطقه الرجاله فيها بتهرول تهرول مش تجري لان في ناس بتعمل سباق يقعدوا يخبطوا في بعض بيبقى والستات ما بتهرولش الرجاله فقط هي اللي بتهرول في الجزئيه دي في ناحيه الصفا وناحيه المروه. بعد ما بنخلص بنبتدي الصفا واخر شوط بيبقى عند المروه. بعد ما بنوصل المروه بنحلق بنفك احرامنا بنحلق الرجاله. ايوه انا مش عارف الستات بتعمل ايه. طبعا الرجاله بياخدوا كل جزء من الشعر يعني يمين شمال يمين شمال يمين النص. والستات معرفش بيحلقوا حته صغيره ولا بيعملوا ايه. بيقصوا حته صغيره من الشعر كده يبقى فكنا احرامنا نروح ننام. احنا العمره كانت يعني انا كنت صغيره مش فاكره كل التفاصيل دي طبعا وباني ما عملتهاش تاني فما رجعتش بقى كل الحاجات دي. فده يعني انا قلت لك ان انا فاكراه. واللي انا فاكراه كويس قوي بقى بعد ما كنا نخلص مثلا العمره كانت بتاخد لها مثلا ساعه ونص ساعتين على حسب لا الزحمه. لا اقل على حسب الزحمه. ما انت ما هو المفروض وانا كنت عيله صغيره. ما هو المفروض العمره بقى يعني لو الواحد بقى خبير بيعملها امتى؟ يعني على الساعه 11 بالليل بعد العشاء بشويه. ايوه بحيث ان انت تخلصيها تبقى الدنيا فاضيه شويه الى حد ما بتخلص في ساعه.
بعد كده تقعدي ترتاحي تفكي احرامك وتقعدي تريحي تصلي الفجر وتنامي. انا يعني بعمل عمرتين في اليوم بالطريقه انت ليك والحد يعني اعمل الاول ليا ما ينفعش تعملي لحد الاول اعمل ليا وبعدين اعمل اي حد توفاه الله من عيلتي ومن حبايبي. اروح المسجد السيده عائشه اعيد الاحرام مره تانية وارجع من العمر تبدا بقى من الاول تاني. انا فاكره كل يعني بص فاكره اللي انت قلت عليه ده كده تشاشه بما اني كنت لسه صغيره وفاكره الفندق اللي احنا كنا بننزل فيه وفاكره الشارع ده كان اسمه شارع المسفله. انا مش عارف كان زمان اسمه شارع المسفله دلوقتي الشارع ده كله بقى فنادق كبيره وكده كان قدام باب الملك عبد العزيز. انا بخش من باب الملك فهد عشان الفندق اللي بقعد فيه قدام باب الملك فهد وبنزل حافي من الفندق لان الفندق على على الجامع على طول يعني حته ساحه كده بعد بنزل من غير شبشب من غير اي حاجه على الحرم على طول على الحرم داخل من باب الملك فهد ساعه بس. بص عايز اقول لك على حاجه انا فاكراها برضو انا مع اني كنت صغيره بس كان ليها كده رهبه وروحانيه. لازم يبقى ليها رهبه انت يعني قصدي لا بما اني مش صغيره كان ممكن الموضوع يبقى صيام بالنسبه لي بما اني كده بروح كتير. بس 11 سنه مش صغيره. لا انا من وانا صغيره وانا بعمل يعني بتروحي العمره 11 سنه بس يعني ممكن اكون عملت مثلا 8 10 مرات عمر في حياتي من وانا صغيره. يا ربنا يكتبها لنا. يا ريت. بس انا ناوي اتمنى جدا انا بتمنى قوي ان انا اروح عمره اكتر من الحج حاسه ان انا مش مؤهله ليه دلوقتي. ربنا يكتب لك الاثنين يا رب يا رب انا وانت ويكتبها لكل الناس. انت كل ده بمناسبه نفس ابيض فابيض النهارده. لا مش اديتك احاء بالعمره. لا انا بروح العمره بصراحه ببقى مبسوط جدا. هي فعلا وبرجع غاسل ذهني زي ما بيقولوا ليها قدسيه خاصه كده. ها عايزه ايه؟ نطبخ بقى. ما هذا؟ ده لحمه بصوص البرتقال ومقدمين معاها رز ابيض وبطاطس ويدجز. وايه ده؟ ده تشيز كيك حادق. حادق. يعني كيكه ال 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 الجبنه الحادقه. ما ده ايه ده بقى؟ ده صنف حلو بقى لذيذ وحلو ده جدا. طبقات ورقات طبقات ايه بقى؟ طبقات. تحت شوكولاته بسكوت فوق طبقه مهلبيه وبعد كده طبقه كاسترد بعد كده طبقه كريم شانتي بعد كده طبقه جناش وفوق بقى التزويق الحلو ده. حلو. تاكل ساعه غير في كام معلقه بولات كده. نبتدي باللحمه. نبتدي باللحمه يلا. عندي اول حاجه نص كيلو لحمه شرايح ثمر بصل كبيره متقطعه جوانح كوبايه مشروم شرايح معلقه كبيره دقيق 2 معلقه كبيره ديمجلاس مكعب زبده كوبايه عصير برتقال ثمر البرتقال شرايح وملح وفلفل. خلاص سهله مقاديرها سهله جدا وسريعه. تقطيعه اللحمه هنا يفضل ان هي تكون يا اما الطبقه الرقيقه او اللي هي بتاعه البفتيك او ستيك بس ندقها يعني ده متقطعه صوابع ما هي هي بتيجي شرايح او شرايح او ايمانسي واحنا بنقطعها صوابع بنطلب من الجزار يقطعها لنا واحنا بنقطعها بتقطيع سهله قوي. بس لو انتوا مش خبره في الموضوع اطلبوا من الجزار اسهل. ليه بقى؟ لان تقطيعه اللحمه لازم تكون عكس الانسجه يعني الانسجه طول تقطعه عرض عشان لو هي طول وقطعته طول مش هتستوي مهما قعدت على النار مش هتستوي. هنحط ايه في الزيت؟ هنحط اول حاجه البصل معلقه وقبل ما البصل يحمر هنزل اللحمه برده. ما انا مش عايزاه يحمر. مش عايزاه يحمر؟ عشان لون الصوص. اللحمه كلها؟ وسع. ايوه بالظبط لسه كنت رافض عليها مكان. انا خبره برضه. انت شاطر يا سلام. نفردها كده واول ما تنزل هنروح حاطين عليها فلفل اسود مش هنحط ملح خالص دلوقتي. كده فين فلفل اسود؟ مش عارف. بصوا مش هنقلبها كتير نستنى بس نتاكد ان هي خدت لون. تعالي كده يا اميره بتاعت الفلفل حطوها فين؟ غريبه قوي. يا فلفل الفلفله بتاعت الفلفل يا فلفل غريبه قوي. هربت الفلفل الاسود هرب. طيب انا هقلب قولوا لي بقى ليه مش ما خلناش البصل ياخد لون ليه؟ عشان انا مش عايزه الصوص يغمق. اوكي انا عايزه اللحمه هي اللي تتكرمل ومع البصل يعني لان لو نزلنا البصل وخد لون واغمق هنيجي ننزل اللحمه وتغمق هي كمان ف
فهيبقى البصل هيستوي قوي بقى، هيبقى لونه اغمق حاجه، فاحنا عايزينهم يستووا مع بعض، يتكرملوا مع بعض. يلا بس كده، ما حطيناش ملح عشان طبعا اللحمه تستوي بسرعه. هحط دلوقتي الزبده وهنستنى كده الزبده تسيح. والوصفه دي ممكن تعمل بالفراخ برضو على فكره، الفراخ تتقطع نفس الطريقه كده وتتعمل برضو بالفراخ، الصدور مش الوراك. هتاكد بس الزبده ذابت كده، وهنروح حاطين معلقه دقيق. طبعا اللحمه يفضل ان انتوا في الخطوه دي بعد الزبده تغطوا عليها وتغطوها وتسيبوها مثلا على حد ما تستوي بقى، على حسب تقطيعه اللحمه اللي انتوا مستعملينها. يعني مثلا التقطيعه اللي انا عاملاها دي ممكن تقعد لها مثلا نص ساعه على نار هاديه متغطيه، فاحنا هنا مش هنلحق صح اكيد يعني. فهنروح منزلين معلقه الدقيق. انتوا هتسيبوها قبل ما تنزلوا الدقيق تستوي على نار هاديه متغطيه لحد ما تتاكدوا ان اللحمه استوت خالص، وبعد كده هتكملوا بقى الخطوات اللي انا بعملها دلوقتي. حطيت الدقيق، هحط بودره الديمي جلاس. دي بودره جاهزه هتبقى موجوده في السكر. اللي هي الاظرف دي. وهحط المشروم دلوقتي لان انا عايزاه يكون واضح، لو كنا حطيناه في الاول كان هيدبل قوي لان هو بيطرى بسرعه. كل ده لسه ما حطيناش ملح، واخدين بالكم؟ لا هنحط بس بعد ما اللحمه تستوي خالص، فاحنا دلوقتي اخر خطوه هنحطها هي الملح. الدقيق والديميجلاس، الديميجلاس فيه نسبه نشا والدقيق كده كده بيمتص السوائل، فبصوا ما بقاش فيه اي سوائل خالص وده المطلوب. هنروح منزلين البرتقال، عصير برتقال، عصير برتقال، وهنكمل بميه مغليه وهنحط بقى الملح. عايزه ميه مغليه؟ دلوقتي ده اللي هيعمل لنا الصوص، عصير البرتقال والميه اللي هيعمل لنا الصوص اللي هناكله مع الرز او مع مكرونه ممكن، فالاثنين يبقوا حلوين قوي معاك. تبقى حلوه مع مكرونه. حط لك ميه قد ايه؟ نزود قد ما حطينا برتقال كده، وعلى حسب ما احنا بنحب كميه الصوص بس كفايه. هتغلي غلوه وهنروح حاطين شرايح البرتقال. يغلوا معاها ها؟ يغلي معاها، ننزل طعم، الطعم هيبقى مركز طبعا مع العصير اللي احنا حطيناه. حلوه دي. وبتغلي غلوه، هتلاقوا الصوص بدا يتقل بس، وتتاكل بالف هنا. طبعا انا اهم حاجه قلتها ان انتوا في الاول خالص لازم هتسيبوا اللحمه لحد ما تستوي على حسب القطعيه اللي انتوا مستعملينها متغطيه من 20 ل 30 دقيقه، ممكن 40 دقيقه على حسب القطعيه برده، وبعد كده كملوا بقيه الخطوات اللي هي من اول الدقيق. تمام؟ بس عشان نبقى ايه؟ يلا نخش على الاكله الثانيه. يلا الاكله الثانيه بتاعتنا. عندي تاني حاجة تشيز كيك حادق. أول حاجة للقاعدة 3 كوبايات رقائق تورتيلا، 3 معالق كبار زبدة لينة، معلقة كبيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة صغيرة شطة، وللخليط 2 كوبايات جبنة كريمي، 2 كوباية جبنة فتة، 1/2 كوباية قشطة، 1/2 كوباية زيتون، 1/2 كوباية مايونيز، 2 شريحتين جبنة رومي مبشورة، 3 معالق كبار جيلاتين، 3 معالق كبار مية مغلية، وللتقديم الوش 2 كوباية صلصة بيتزا. طيب ده اللي هو تعرفين اللي هو عيش التورتيلا، عيش اللي هو الحاجات المقرمشات بالظبط. ما لقيتهوش ممكن تحطوا البطاطس المحمره الناشفه. ممكن برضه هتبقى حلوه برضه. ممكن برضه احط ده هنا. هنحطه هنا. بصوا ده لونه فاتح، اللي في التقديم شايفين لونه محمر شويه. محمر من ايه بقى؟ من الاضافات دي اللي هي البابريكا والشطه والزعتر. هنضرب ضربه بعد كده نحط الزبده. ما تحطش الزبده وخلاص، مش هيتضرب كويس، هتعطله. يلا يبقى نضرب. عايزها مجروش وانا مضروب ناعم؟ مضروب ناعم. عايزها ناعم رملة يعني وسط، تكون فيه شوية بسيط. دلوقتي ونكمل ضرب. حلو قوي. نحط الزبده ونكمل ضرب تاني، ضربايه واحده كده كلها. كلها. ريحه اللحمه حلوه جدا. ريحه اللحمه حلوه ده صحيح. تبقى عجينه نحط حاجه ثانيه؟ لا ولا اي حاجه. طيب ثانيه واحده بقى.
بصوا بقى انا هقول لكم على حاجه، لما باجي اعمل تشيز كيك حلو او حادق مكان ما بطحن بروح عامله نفس الخليط، الخليط في نفس الكبه عشان ياخد من طعم الحاجات اللي متلزقه في الكبه. اه حسبي كوم. اوكي ما تقلقش. احنا هنستخدم دي تاني يا شريف. الخليط هنستخدمها تاني زي ما هي كده. دي؟ لسه بقول للناس بس بستخدم فيها عشان تاخد من طعم كل الحاجات اللي لازقه في الجدار دي. جبنه بقى والحاجات؟ بالظبط. بنعمل قاعده كده، يا اما قاعده طبقه واحده وفوقيها خليط الكيك، خليط الجبنه، يا اما ترفعوا الحواف بتاعتها. وهندخلها مثلا الفريزر على بال ما نعمل بقيه الفريزر؟ بقيه الخطوات. هي فيها زبده، فالزبده هتخليها تجمد وتروح ماسكه نفسها كده. اوكي. بص بقى يا سيدي عندنا هنا جبنه كريمي. ثانيه واحده. جبنه كريمي كلها؟ اي حاجه هتلاقيها احطها كلها صح؟ هي المقادير مظبوطه بالظبط. دي ما بتبقاش فيها ملح. لا احنا كنا كلها جبن، فهي جبن وفي جبنه وفي إيه؟ زيتون، وده جبنه فته. جبنه كريمي وبعدين جبنه فته. بميتها زي ما هي. وبعدين؟ وبعدين مايونيز. وبعدين مايونيز. الله حلوه القصه دي. وزيتون. البتاعه دي مفكراني بحاجات مدام امال جلال الله يرحمها. فعلا هي الشرف طبعا. وهنحط القشطه. مين اكلها؟ عملتها قبل كده؟ لا. هنحط هنخلي بس معلقه كده للوش تزيين. بقول لك عملت حاجه شبهها قبل كده؟ يعني هي هي على فكره هي هتلاقي اصلا معظم وصفاتنا هتلاقي فيها روحها، لان احنا انا على نفسي كنت بتفرج عليها وكنت بتابعها على طول طول عمري، يعني من ساعه ما كانت معاك في اول قناه خالص. يرحمها. هنضرب بقى على بال ما انت هتضرب، انا هدوب الجيلاتين في ميه مغليه. نجيب معلقه. عندك ميه مغليه في البتاع اللي هناك ده؟ حاضر. في الشفشق ال بقى تحط مقدار الجيلاتين. هنحطه هنا؟ هنضربه تاني. هنضربه تاني؟ والله؟ استنى. انت بقى انا ماليش دعوه. بريئه. الحاجات الصعبه بوكلها لك انت على طول. اللي هو شطور. ونضرب. خلصت. شفت السهوله؟ هنعمل ايه بقى؟ هنروح حاطينها بقى على الطبق اللي احنا حطيناها في الفريزر. الفريزر؟ ثانيه واحده. شوف لونها بقى احمر شويه زي من الخليط الاولاني زي ما قلت لكم. اهي. ريحتها حلوه قوي. ريحتها حلوه واللحمه كمان ريحتها حلوه قوي. كده ايه فكرينا احنا حطينا ايه على ايه معلش؟ حطينا يا سيدي اول حاجه ضربنا رقائق العيش التورتيلا دي، بتبقى هي طبعا مقرمشه كلنا عارفينها، وحطينا عليها بابريكا وشطه وزعتر وضربناها، وبعد كده حطينا عليها زبده سايحه، حطيناها في الفريزر شويه عشان الزبده لما تجمد هتخلي القاعده تمسك. وبعد كده هنا ضربنا جبنه كريمي وجبنه فته ومايونيز وقشطه وزيتون وجبنه رومي وايه تاني؟ بس كده. هنا على فكره ممكن تاخد اي اضافات انتوا عايزينها. هنزل كل ده عليها. ممكن تاخد اي اضافات انتوا عايزينها بقى جوه هنا. هو ايه الاحمر ده؟ ده الصلصه اللي هتحط على الوش، ده صلصه بيتزا. اقول لكم عملتها ازاي؟ صلصه بيتزا. بصلايه صغيره مفرومه هتتحط على النار من غير ما تاخد لون ولا حاجه، هتدبل بس، بعد كده هتروح حاطين عليها طماطميتين معصورين، معلقتين صلصه كبار، معلقتين كاتشب كبار، رشه زعتر، شويه ملح وفلفل، وبس كده تبقى جاهزه. اوكي. دي بقى تخش ايه؟ هتخش الثلاجه بقى تقعد لها 4-5 ساعات لحد ما الجيلاتين يمسك كده ويخلي قوام الجبنه متماسك. هنحط من فوق جبنه رومي تاني قبل ما تمسك. دلوقتي؟ عشان تمسك فيها.
عشان لما تجمد تجمد بيها هي. وقبل التقديم هنروح حاطين بقى عليها ايه الصلصه بتاعتنا دي. ايه رايك؟ حلو. بصوا قبل التقديم احنا هندخلها دلوقتي الثلاجه كام ساعه؟ هندخلها بقى دلوقتي الثلاجه من 4 لـ5 ساعات. هتلاقوها قوامها بقى تقل ومسكت، والقاعده اللي تحت برضو هتمسك شويه لان فيها زبده كتير. ولما تطلع هنحط دي، وبعد قبل التقديم هنروح حاطين بقى الصلصه. قلت لهم دي ازاي معموله؟ قلت. طب بس اول تاني ممكن. لا لا احكي لنا عملتي ايه. عملنا لحمه بصوص البرتقال اللي على النار قدامكم دي، وعملنا تشيز كيك حادق برقائق الذره. ناقص لك ايه؟ ناقص لي الحلو بقى. حلو. اللحمه استوت خلاص. طب اللحمه استوت تماما؟ ولا نوطي عليها خالص؟ ممكن نوطي عليها ونسيبها 5 دقايق تاني احتياطي تحسبا يعني. انا رايي كده، النار هاديه خالص. طيب تعالوا دلوقتي نروح للمزازيكي وعندليب الشارع استاذ حسام حسني اللي هيغني لنا دلوقتي زي الهوى لعندليب عبد الحليم حافظ، وبعديها فاصل نرجع لكم مع اميره. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا
شارع شريف. اهلا أميرة النهاردة عملت أول صينية الحوادق، ودلوقتي هتعمل صينية الحلويات. مبسوطة؟ مبسوطة. وإحنا كمان مبسوطين أوي. ما هذا؟ ده صنف حلو، طبقات 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 طبقات. ملوش اسم ها؟ آه يعني هو طبقات. ممكن نشيل أي طبقة إحنا ما بنحبهاش. طبقات طبقات. هو اسمه حلوى الطبقات فعلا. وكم طبقة؟ واحد خمسة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عشان الحسد. النهاردة الخميس. النهاردة الخميس 5/9 يعني كله. شفت شفت أنا ما قلتش حاجة. الواحد أصلا شبعان من الموضوع. والله ده أنا قربت عيد ميلادي قرب خالص. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. برفق والبنين. بما إن النهاردة الخميس يعني. الله ينعم عليكي. كلها دعوات حلوة على فكرة. كلها حلوة كلها حلوة. المهم بندعي من قلبنا يبقى كلها حلوة. بالظبط. هو بتبقى بس اصعب حاجه لما الواحد يبقى داخل عزا وبدل ما يقول حاجه يقول كل سنه وانت طيب. لا ده انا بيحصل معايا شويه موقف في العزا. ما تضحكيش ما تضحكيش، وحياتك بتبقى جايه فوبيا هبل ما تفهمش، فوبيا الضحك، كل انواع الفوبيا اللي في الحياه. ده من ال ما فاهم. ما اعرفش، بحس ان انا ما بعرفش اقعد شويه ركزه كده، عارف؟ بيحصل لي نوع من انواع ال يلا مجنونه. قول لنا المقادير. بص يا سيدي، حلوى الطبقات بالشوكولاته اول حاجه على الطبقه الاولى. هم خمس طبقات اهو. ايه ده؟ طلعتي سودا. كملي كملي. اول حاجه الطبقه الاولى كوبايتين بسكوت، خمس معالق كبار كاكاو خام، اربع معالق كبار سكر، ثلاث معالق كبار زبده، ايوه، نص كوبايه شوكولاته مذابه، ربع كوبايه ميه. الطبقه الثانيه كوبايتين حليب كامل الدسم، نص كوبايه سكر، نص كوبايه قشطه، ثلاث معالق كبار نشا، نص كوبايه كريم شانتيه بودره، معلقه صغيره فانيليا. الطبقه الثالثه كل ده هم خمس طبقات. الطبقه الثالثه كوبايتين حليب كامل الدسم، نص كوبايه سكر، نص كوبايه كاسترد باودر. للطبقه الرابعه كوبايتين كريمه مخفوقه، معلقه صغيره فانيليا. للطبقه الخامسه معلقتين كبار قشطه، نص كوبايه شوكولاته سائله، ربع كوبايه جوز هند محمص. حلوة. كل خلاص الخمس طبقات خلصوا؟ خلاص خلصوا الحمد لله. اصل مهند هناك عامل مشكله. مهند معرفوش. مهند ارفع ايديك اهو. بصي ازيك يا مهند، عامل ايه؟ انا اول مره اشوفك يا مهند. ابقي فكريني احكي لك بعد ما تخلص. الاسم جديد عليا. ابقي فكريني احكي لك بعد ما تخلص. ماشي. لا ما هو ده بقاله كتير معانا، بس احنا اكتشفناه قريب عشان عمل كارثه، عشان كده حبيناه اكيد. اعلي دي؟ بص بقى، لا مش عايزاها عاليه خالص. هي خلاص دابت اهي. طب وريها لهم دي ايه دي؟ شوكولاته. شوكولاته خام من غير اي اضافه. ماشي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص يا سيدي، خلاص انا كده هاخدها بقى بعيد عن النار. انت هتحطي الحاجات دي في ايه؟ مش هتغرفيها في حاجه؟ هنغرفها في قالب. يعني دي حاجات؟ فوق بعض. نسيت اجهز انا القالب. شوفي بقى. انت جايبه قالب اصلا؟ لا، ممكن لو عندنا حاجه شبه اللي انا مقدمه فيها، او صينيه. يعني دي بتتحط في حاجه ازاز صح؟ صينيه ايوه، لسه كنت لك صينيه ازاز. حاجه ازاز عميقه شفافه المفروض. بالظبط. لازم تبقى شفافه؟ يفضل عشان الطبقات تبان والناس تبقى عارفه هي بتاكل ايه. طيب ماشي. بص بقى، اول حاجه الشوكولاته الخام هنا دوبناها عادي خالص. هنحط عليها الاتي. الشوكولاته دي هناخد ده كويس ولا ده كبير ولا صغير؟ لا حلو حلو كويس. بما انه مسطح حلو هحط إيه؟ عليها يعني دور. قصدي الحاجه هتبقى مفروده مش هتبقى عاليه قوي. لا مش مشكله، ده انت عينيه قوي. ايه ده؟ مش مدور زي ده. ايه؟ لا حلو حلو. ما هو انا كنت هعمله في ده، بعد كده قلت تغيير شويه. حطيت كاكاو على الشوكولاته. حطيت كاكاو وسكر. الشوكولاته اللي في على النار. ايوه. وعليها كاكاو وسكر وسكر وزبده وهنقلب، بعد كده هرفعها تاني على النار. اوكي. وتسيبيها تسيح. ده هيدينا صوص شبه الجناش كده. وقت. على بال ما هي تخلص هنعمل بقى الطبقه الثانيه. مش على النار اصلا. ما انا هنحطها، انا بس بقلب عشان ابقى طايله وانا بقلب. تقلب انت طيب؟ سيبيها لي. طيب. دي كده اول طبقه. فاضل عليها البسكوت. دي اول طبقه واخر طبقه. فهتعرفوا دلوقتي ازاي. هقول بقى تاني طبقه بنعمل فيها ايه؟ هجيب بس مضرب سلك. النهارده ملخومه مش عارف ليه. الوصفه دي فيها مقادير كتير، انا اجيب مضربين عشان هي دي وصفه صعبه بصراحه. ما زي ما انا قلت في الاول ممكن نشيل اي طبقه احنا ما بنحبهاش. بصوا بقى، عندي اللبن هحط عليه كل الاضافات لان فيها نشا.
الطبقه دي فيها نشا، فهنضرب كله على البارد الاول، احط النشا واحط الكريم شانتيه بودره عادي واحط السكر. انت خلاص؟ لا لسه. واحط القشطه، طبعا زودوا كميه القشطه زي ما انتم عايزين، وهحط رشه فانيليا والرشه الثانيه هنا اهو، وهقلب وهنروح حاطين الكلام ده كله على النار. بس لازم نتاكد ان السكر ده بشويه، هو طبعا لسه هيطلع على النار تاني في السخونيه هيدوب اكيد، بس احنا هنا بنتاكد ان النشا دخل في كل ال، هو ده هيتحط على ده؟ لا في واحده من اللي هناك دول. اه مش تقولي دي طبقه المهلبيه، مهلبيه عادي خالص بس طبعا باضافات مميزه شويه، الكريم شانتيه والقشطه بتدي طعم حلو جدا. نحطها هنا. كنت هقع كنت هقع كنت هقع يا رب بدل ما داري على نفسي يا رب ما اقعش عشان ضحكت عليها والنبي بدل ما استر على نفسي انا اللي بقول، بس انا بحب اتريق على نفسي اتنمر على نفسي محدش يتنمر عليا. كنت هقع وقعه جميله الحمد لله ربنا ظبطها. دي هتتقلب على بال بقى ما دي تتقلب، هنروح نعمل تاني طبقه. وطي عليها النار خالص يا شيخ. لا ليه؟ عشان المفروض المايه ما تغليش توصل للبوله، الشوكولاته هتتحرق. هتحرق ازاي؟ لا مش هتحرق ولا حاجه. طيب هتحرق ليه؟ على ضمانتك؟ والله ماشي. هنا عندنا بقيه مقدار اللبن، هنحط عليه الكاسترد وهنحط عليه برده السكر، التحليه بتاعتنا احنا على حسب ما احنا بنحب على حسب ذوقنا، وهنحط عليه الفانيليا وهنحط قشطه وبرده هنضرب. نضرب هنا بعد كده نحط على النار. انا طبعا هنا بعمل كل الطبقات وكل الحاجات مع بعض، انما انتوا في البيت براحتكم بقى اقعدوا وبقى اعملوا فيها 3 4 ساعات، خلصوا طبقه طبقه واطلعوا يعني وحطوهم فوق بعض براحتكم. هي دي بتبقى مع الميه؟ اه بتبقى سايله شويه، ممكن نحط عليها شويه زيت، معلقتين زيت. استني بس اصبري عليها. ايه بتاع المكلكعه دي؟ بس هقول لك على حاجه. نعم. شايف الغليان اللي على الطروف ده؟ مش المفروض يحصل، ده اللي هيخليها تتقل كده. يا سلام. والله لازم توطى خالص النار عشان الشوكولاته ما تشتش. ازاي تشت من ميه؟ البخار واصل لها فكانه غليان تحتيها، فالغليان بتاع الميه ده هو اللي هيخليها تتحرق. ماشي. فلازم تبقى على نار هاديه خالص. انا هنا بقلب الطبقتين. ما شاء الله عليكي. الله أكبر. يعني حاجة جامدة جدا. الله أكبر. كيتشن ماشين أميرة. ولادي بيعملوا زيك كده، ما بيخش المطبخ إلا وأني بعمل هدايا لابنين يقول لي إيه ده؟ لا عندك قوة عضلية نفسية أجرب أعمل اتزان اتزان. أنا ما أعرفش أخلي الاتنين يلفوا بصراحة. أنا عندي أعصابي بايظة أصلا. اتزان. ليه شلتيها من على النار؟ عشان هزود عليها زيت وهقلب شويه واشوف بقى تحتاج ايه بقى؟ تحتاج نكمل ولا تحتاج باظت؟ نستغنى عنها خالص. بصوا بقى هنحط البسكوت وهنقلب. دي كده اول طبق. خلاص يا سيدي ولا تزعل نفسك. عشان انا كمان ايه؟ عايزه الحلقه تعدي على خير. هقلبها بس كده عشان هو ده المفروض يتقل؟ هيتقل، ده هيتقل وده هيتقل. هو ما بيتقلوش ليه؟ هيتقلوا. وفي حاجات هنا هي عايزة نبعدها كده عشان اروح انا هناك واعرف ارص الطبقات. ورونا اول طبقة كده بقى هتعملها. اول طبقة دي شبه وصفة الليزي كيك، هي لوحدها كده، دي كده وصفة. اوكي؟ اختار استني. يلا. دي كده اول طبقة. انا قلت لكم دي اول طبقة واخر طبقة. الشوكولاتة المفروض ان احنا نعملها على نار هادية خالص ونفضل نقلب فيها بالراحة بشويش، هتلاقوها بقت سايلة. المفروض تبقى سايلة عن كده؟ اه عشان هناخد منها حبة لاخر طبقة على الوش. فانتوا في البيت هتعملوها على نار هادية، تقلبوا فيها لحد ما تبقى سايلة بالراحة كده بشويش، وهتاخدوا منها مثلا نص كوباية للوش والباقي هتعمله زي ما انا بعمل كده. دي كده اول طبقة. هذا اللون عليك ايجا ده ايه ده؟ خلاص دي ده في طبقه من الطبقات. ماشي اللي هي اي واحده؟ خدي قبل الاخيره اشيل بس دي.
من قطفه النار دي. ما انا هشيلها ورا عشان اعرف اجي اقف هنا عشان انا ما بطولش العين. تعالي طيب يلا اهو تقل اهو كده خلاص اللي في ايدي ده تقل اهو من تحت لازم يتقلب بسرعه 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 بسرعه. وده برضو نفس القصه بس خلاص هو كده خلاص تقريبا خلصنا. بس هو ماي ماي قوي اول ما يبدا يتقل من تحت هتلاقيه تقل كله لازم تقلب بسرعه بقى. هما الاثنين فيهم نشا فلازم نفضل نقلب عشان ما لو تقل هتلاقوه كلكه. ايوه بالظبط هتعرفوا منين هتلاقوه بيتقل من تحت الاول لان ده اللي متعرض للحراره اكتر. يا اختي اوعي هات انا فضي ده على ما انت تقلب ده. هنحط بقى تاني طبق ريحتها حلوه قوي. هو ده ايه اللي انا بقلبه ده؟ ده كاسترد بس عليه اضافات يعني عليه قشطه وعليه برضو ممكن نحط عليه كريم شانتيه هو كمان بس انا اكتفيت بالكريم شانتيه في الطبقه الاولانيه دي الطبقه اللي انا بحطها البيضه دي كده. نروح فضيه بقى فضي ده على ده حط دي تخش بقى التلاجة بس يعني نصيب. لا هو بعد مش هيخش التلاجة؟ هيتقل في التلاجة ماشي. هو ده بيخشش التلاجة لا بجد المفروض يتقل على النار زي ما الطبقة البيضة كده تقلت على النار. خلاص بقى نحطها طبقة مش بنقول للناس الحقيقة. ايوه انا معرفش ما انا بقول لهم اهو انا حطيته وده ايه ده حط في الاخر ده ما هو مش هينفع ده بقى دلوقتي عشان ده كريم شانتيه لو حطيناه على السخونية تلاقوه ساح بقى مهلبية. فبعد ما ده يبرد هتروح حاطين طبقة الكريم شانتيه وشويه الشوكولاته اللي قلت لكم عليهم في الاول خالص السايلين هتروحوا مغطيين بقى بعد الكريم شانتيه وبعد كده هتزوقوا زي ما انا مزوقه. شكرا. العفو. شكرا. العفو. اهلا بيكي. اهلا يا طيبه القلب انت. ايوه ماشي حبيبي. صح. ايوه طبعا مبسوطه جدا. يلا بنشكر اميره وقول لنا عملتي ايه النهارده. عملنا لحمه بصوص البرتقال وعملنا شيز كيك حادق وعملنا حلوى التوقعات بالشوكولاته. شكرا شكرا شكرا. العفو. العفو. شرفتينا ونورتينا. هنسمعك يا طيبه القلب وبعديها فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مع كابتن طلعت نلعب رياضه. خليكم على صباح مزيكا. طيب القلب وينك حرام تهجر طينينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عين عينك. يا طيب القلب وينك حرام تهجر طينينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عين لا عينا. أتخيلك بالمرايا في مجلسي والهدايا يا شنزك الزوايا من غير طلعي جديدك يا شوق عيني لا عينك. أتخيلك بالمرايا في مجلسي والهدايا يا شنزك الزوايا من غير طلعي جديدك يا شوق عيني لا عينك. يا طيب القلب وين حرام تجر ظنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لا عينك يا شوق عيني لا عينك يا شوق عيني لا عينك.
كابتن طلعت جاينا بقى ونيو لوك بقى ما حصلش بقى انا غيران منه بصراحه يعني صراحه اهلا وسهلا عامل ايه اخبارك ايه كله جميل كله حلو ازيك يا اسو اهلا منور ازيك يا بوجي اخبارك يا بوجي هتكلمنا على ايه النهارده هنتكلم ليه المفروض يعني دايما النصيحه دايما بتتقدم للناس لازم تشرب 3 لتر او 4 لتر في اليوم بس الناس ما تعرفش هو ايه اهميه شرب الميه اصلا خلينا نقول انه تقديريا بدل فكره اللترات هو انت من 8 ل 12 كوبايه المفروض تشربها في اليوم. طيب اهميه الميه ان انت الناس مش عارفاه انه بنسبه من 50 ل 75% جسمك بيتكون من ميه. تفصيليا احنا بنتكلم في ان المخ 75% منه ميه، الدم 83% منه ميه، القلب 79% منه ميه، العظم 22% منه ميه، العضلات 75% منها ميه، الكبد 85% منها ميه، الكليه 83% منها ميه. تمام؟ فهنتكلم النسب كلها بتاعت الاعضاء الداخليه والعظم بالعضلات بكل حاجه بالقلب بالمخ نسب منها كبيره كتير فيها ميه. طيب نيجي للجزء الاهم او الجزء اللي ليه دعوه ان الناس بتقول جسمك متنفخ ميه او جسمك حابس ميه. جسمك ايه؟ متنفخ. كلمه جديده بالنسبه لك؟ تنفخت ميه، جسمك مليان ميه. دي كلمه قديمه يعني؟ قديمه. تعرفها مثلا؟ ايوه. كمل. فالميه دي بتتحبس في حتتين في العضلات، يعني بتتكلم في ان في ميه داخل العضلات اللي احنا قلناها اللي هي نسبه 75% وفي جزء منه تاني بره العضلات اللي هي تحت الجلد دي اللي هي احتباس الميه اللي هي الووتر ريتينشن ودي الاغلب الناس اللي بتحصل لها التخن بسبب ان الووتر ريتينشن دي بتبقى موجوده في الجسم ومجرد ما بيلعب رياضه بيبتدي المسام تتفتح ويبتدي يعرق فيبتدي ينزل كميه الميه المحبوسه تحت الجلد فيلاقي نفسه بينزل من على الميزان هو ما نزلش دهون ما خسش هي الميه اللي محبوسه تحت الجلد هي اللي نزلت طب هو سبب اصلا ان الميه تتحبس ليه لانه ما بيشربش ميه كويس. اوكي. فشرب الميه من 3 لتر ل 4 لتر في اليوم هو مهم لكل وظائفك الحيويه بما فيهم انك انت ما تتخنش. تمام؟ طيب دايما في مشكله في ان الناس نوعين يا بتنسى تشرب وخصوصا طبعا في حته الشتاء يا اما ما بتحبش طعم الميه وللاسف في ناس كتير جدا بقابلهم بالذات بقى سبيشالي البنات ما بتحبش طعم الميه. انا هشرب ميه غازيه اشرب اي حاجه تانية فهم مش عارفين يشربوها عشان خاطر طعمها طب انت لو بتنسى دايما حط قدامك ازازه دلوقتي في كل الاماكن بتتباع اللي هي المقدار اليومي ليك تقدر تحدده عن طريق ازازه كده تشتريها دي مقدارك في اليوم اللي انت المفروض تشربه من الميه جيبها وخليها دايما لو انت في المكتب او انت في الشغل تخلصها في اليوم تخلصها على مدار اليوم لو انت بتنسى كل شويه خد بق طب للناس اللي ما بتحبش عندك بقى دلوقتي في تفاصيل كتير قوي ممكن تخليك تكسر مع ان المايه لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه ده اللي احنا اتعلمناه بس الناس في ناس ما بتحبش طعمها انا كده انت فعلا المايه بتعمل لي تقل في بطني ايه ده مايه بتعمل لي تقل في بطني ازاي يعني بشرب مايه على فكره بشرب مايه قليل بصراحه انا بشرب مايه بحس ان بطني نزل في حاجه ضغط ما عشان انت حارمها انت عشان الاحساس ده لا من وانا طفل كده ما بعرفش اشرب ميه انت بتشرب مره واحده وبعد كده ما بتشربش خالص لا 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 مش فاهم قصدي يعني انت لو شربت بق ميه هحس بده نفس التقل دي جديده وهي وراثه فعلا يعني جدي ابويا الله يرحمه توفى عنده 98 سنه ما شاء الله كان بيقعد بال10 سنين ما يشربش ميه جمل لا الله يرحمه جمل كان بيشرب حاجات ثانيه تمام اوكي بس ده بجد ما شاء الله كان بيشرب حاجات ثانيه بجد مش هزار ما هو سوائل بتخش جسمه سوائل فتمام بس هي لا اوكي بس هي الاساسي في ما هو السوائل دي حتى لو العصاير ما بتحط عليها ميه معاك بس نسبتها تلاقيها قليله شويه فخلينا نقول خليك 10 سنين تمام اوكي اكتر هتقروا على جدي بقى لا لا اسف والله مش قصدي الله يرحمه مش قصدي والله خالص بس يعني غريبه بالنسبه لي يعني فدلوقتي في شركات او في برودكتس بتتحط في فليفرز او اطعمه تقدر تحطها على الميه تكسر الطعم ده وفي من املاح معدنيه من الصيدليه ممكن تجيبها برضو بتتحط على الميه تقدر تشرب تغير طعم الميه اللي هو اطعمه البرتقال والليمون والكلام دي شربة
يعني ما احنا بنحاول نتحايل على القانون. بيدوهاني لما اجي اعمل منظار قولون. اوكي. ما يقرف. استغفر الله العظيم يا رب. في حاجه تانية خالص بقى. في ناس بتعمل حته اللي عارف الدوتكس او اللي هي الحاجات الديتوكس. ديتوكس سوري انا اسف. بتحط ليمون بقى، تحط برتقان، تحط خيار، غير طعم الميه. غير طعم الميه. بحيث ان انت تعرف تستوعب ان انت تشرب. فدي الحلول بتاعتنا. لو عملناش كده هيحصل لنا ايه بقى؟ ان ما اقول لك على حاجه، هي فكك بقى من حته التخن وحته الخسان، هي الوظائف الحيويه كلها بتشتغل عارف انت بالظبط زي ايه؟ العربيه. انت ينفع العربيه ما تحطلهاش ميه؟ فكره التبريد ايه ده ليه ايه اللي بالكهرباء. تمام اوكي. جود بوينت. ايوه صح 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 صح. انا جسمي بالكهرباء. حلو. انت جسمك بالكهرباء. لا انت لا احنا بالمواتير عادي. تمام. فهي نفس الفكره، انت ما ينفعش ان انت ما تحطش العربيه ميه. هي حته التبريد بتاع جسمك بكل الوظائف الحيويه هي شغاله بالميه. ففي بنات كتير كمان حته الشعر والاسكان هو ما بيشربوش ميه. البشره مية. البشره بتتاثر بحته قله شرب الميه. فلازم نفهم كويس قوي أهمية المية في يومنا. ولو على الناس اللي هي حد من النوعين دول اللي بينسى يشرب، يحط البوتل دي أو الإزازة دي قدامه دايما، أو يبتدي يغير الأطعمة بالشكل. قولي بقى، أنا لقيت الناس بتبارك لك ورمشان بيبارك لك ليه؟ هتتجوز ولا إيه؟ لا، خدت ماستر كده، خدت زي كورس في الإدارة متعلق بالبزنس بتاعنا، حاجة اسمها فاسيلتي مانجمنت، من إدارة المنشآت الرياضية، يعني حاجة كده عاملة. خدت فيها ماجستير؟ زي الماجستير. بسم الله ما شاء الله. هتاخد دكتورة بعد كده؟ أتمنى دكتورة. والله بس يعني بقول لك إيه، دكتور طلعتي؟ الموضوع صعب أوي، المذاكرة على كبر برضو. هو أنت لسه عندك 35 سنة. ما هو ده كبر برضو. أمال أنا أقول إيه؟ يلا هو العبوا بقى. يلا جاهزين يا كباتن؟ يلا يلا. مزيكا. ماشي. مالكوا تعبانين وبتنهجوا كده؟ انتوا مدربين المفروض كده تبقوا يعني مرهقين شويه. مرهقين ليه؟ شكرا نورتنا بوجودك يا حبيبي. شكرا ليك. الله ينعم عليك. شكرا كابتن طلعت وكابتن اسو وكابتن بودي، منورين وشرفتونا ونورتونا. خلونا نشوف فصل بعد الفصل، نرجع لكم مع جلاديس حداد نتكلم عن اجدادنا المصريين القدماء. خليكم على راس واحد. We'll be right back.
وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذرات فرائض عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. تحيا مصر. تحيا مصر. اهلا جلانس حداد. ازيك يا سري؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الاسره 18؟ يلا. هلدم بس ايه في اخر الحلقه اللي فاتت لما كنا بنتكلم على احمس اللي هو اخر ملوك الاسره 17 واللي قدر ان هو يطرد الهكسوس من مصر. طيب. بص هو صله الوصل لان الملك احمس زوجته اسمها احمس نفرتاري. وليها تابوت مشهور قوي في مصر في الفترة الأخيرة من ساعة نقل المومياوات. التابوت بتاعها موجود في المتحف المصري ضخم جدا. بص ادي ملامح الوش. بص تابوت يجنن من الخشب. دي مامته؟ دي لا دي مرات أحمس. يبقى أحمس وزوجته الملكة أحمس نفرتاري. على فكرة الملك أحمس مدفون في الأقصر في حتة اسمها الدراع أبو النجا في غرب الأقصر. أوكي. موجودة المومية بتاعته؟ موجود في متحف الأقصر. دراع أبو النجا ده في ناس كتير مش عارفة يعني هما بيعدوا عليها على طول لكن هما مش بيبقوا عارفين إن المنطقة دي اسمها مقابر دراع أبو النجا. الملك أحمس بس هي دي دي المنطقة؟ اوكي. ابنهم بقى أمنحتب الثاني مدفون برضه في نفس أمنحتب الأول أنا آسفة برضه مدفون في منطقة دراع أبو النجا في غرب الأقصر. هو يعتبر مؤسس الأسرة 18. مين؟ أمنحتب الأول. ابن أحمس. ابن أحمس تمام؟ اللي هي مامته أحمس نفرتاري. نفرتاري. زوجة أمنحتب الأول اسمها إيه؟ أحمس ميرت أمون. إحنا هنا هنبتدي نشوف الاسم بتاع أمون بيتردد كتير. لو رجعنا للدولة الوسطى من الأسرة الحداشر كان أول ملك وحد مصر بعد عصر المحل الأول كان اسمه إيه؟ منتو حتب نبح بترا. منتو ده اسم إله. ده كان أشهر من الإله أمون مع بداية الأسرة 18. أوكي؟ ادي الاله مونتو. وعلى فكره الاله مونتو كان اله الحرب وليه معبد موجود غرب سوري مش غرب جنوب الاقصر حته اسمها التود في بواقي معبد موجوده هناك للاله مونتو. ده ايه ده؟ ده المتبقي من معبد الاله مونتو في التود مدينه صغيره جنوب مدينة الأقصر. أوكي. أوكي. أنا بص أنا عايزة هنا أبتدي أسس بقى للي إحنا هنشوفه بعد كده. طيب دلوقتي مونتو كان أشهر من الإله أمون. وأمون كان إله محلي لطيبة. وطيبة ده على فكرة الاسم اللي الأقصر اللي إحنا دلوقتي عارفينها في العصر اليوناني. كان اسمها إيه في العصر المصري القديم؟ واسط. واسط. واسط؟ أوكي. في أغنية فيها واسط. في أغنية قديمة فيها كلمة واسط. بعدين أو تمام. فالإله أمون مش مشهور قوي. بدأ تأسيس الأسرة 18 من أمنحتب الأول والمقابر بتاعتهم موجودة في دراع أبو النجا. وبعدين كان في معبد ما كانش بالضخامة اللي موجودة دلوقتي اللي هو معبد الكرنك. كان الاساس بتاعهم الدوله الوسطى. بس الاسره 18 عملوا فيه حاجات فظيعه. احنا لسه بقى كل واحد هيجي هيبني حاجه. في
بنحط بالاول بنا مقصوره باسمها يعني مقصوره بيضه في المتحف المفتوح في معبد الكرنك. بص هي دي الصوره بتاعتها، طبعا دي مترممه والمتبقي منها. اوكي. لان اقدم حاجه موجوده لوقتنا هذا في معبد الكرنك هي من الدوله الوسطى. بواقي إيه؟ حجاره والباستر، حجاره الباستر ضخمه تقريبا، هو ده كان مثلا قدس الاقداس في الوقت. كل حاجه اجداد المسلمين والقدماء كانوا بيعملوها كانت ضخمه جدا. بص انت لما تيجي تشوف مثلا هرم الجيزه ضخم، لان ساعتها الفوكس كله كان على الملك الاله الاوحد، لكن هنا بقى هنشوف ملوك عظام، وبس هنشوف ايه ان الملك برضه هو اللي بيمثل الاله على الارض، بس في نفس الوقت لازم يبقى مأمن امتداد عباده الاله على طول عن طريق ايه بقى؟ المعبد، الاوقاف اللي بيوقفوها للمعبد لضمان استمراريه المعبد عن طريق مين؟ نظرك تفتكري ليه في الاسره 18 مثلا؟ أوكي. وهي اسره قويه جدا وفيها وصلنا للقمه زي ما بنقول، صح؟ اه. ما عملوش اهرامات ليه؟ اه ده سؤال مهم جدا. وانت بعد اما بص انت هنا عندك الستايل بتاع المقابر زي مقابر وادي الملوك. الفكر هنا بقى فيه فوكس على اله اكتر من الوقت القديم. الاله اوزوريس. فهو لازم يمثل زي الاله اوزوريس اللي موجود في الكهف بتاعه في العالم الاخر. فهي نفس الفكره، هي مساله دينيه على فكره بحته، لان في ناس كتير في لغط كتير يقول لك ايه هم الاهرامات اتسرقت فهم حبوا يخفوا مقابرهم في وادي الملوك. لا ده حقيقي ايه مش صحيح خالص. هم واقفين الاوزوريس في كهف في العالم الاخر. العالم الاخر في العالم الاخر، لان الملك بعد ما بيموت ويبحر بقى الى العالم الاخر بيتوحد مع الاله اوزوريس رب العالم الاخر. الى العالم الاخر بيبحر في نهر، في نهر، عشان كده بيحطوا المراكب. ايوه. و12 ساعه و12 بوابه اللي هي 12 ساعه بتاعت الليل. وعلى فكره في مقابر هيبحر بالليل مش الصبح؟ ما انت عندك النهار مقسوم 12 ساعه. أيوة. و12 ساعه. اشمعنى؟ طب عايز اسالك سؤال معلش، لما كانوا بالذات المومياوات بيعملوها كانوا بيقفلوا عليها الصبح ولا بالليل؟ هل ده معروف؟ في نهاية لا، هما كانوا بيبتدوا مع شروق الشمس الطقوس، وفي قبل غروب الشمس لازم يبقى المدفون وكل الاغراض، ويقفلوا بقى المدخل بتاع هل كانوا بيعملوا جنازه؟ طبعا جنازه الناس بتمشي يا ويصوتوا والندبات والكلام ده كله. ايوه طيب. والتراب اللي التراب على انا شفت المنظر ده. تعالي نسمع اغنيه فيها رقص كده وحاجات لذيذه. اوكي. بعد الندبات وبعد كده فاصل ونرجع نكمل مع جلاديس حداد كلامنا عن الاسره 18 من القديمه. مزيكا نرقص يا صبي وشبك ايديكي بايدي، خلينا بكره خلينا بكره ارقص نغني يا صبي. قومي تنرقص يا صبي وشبك ايديكي بايدي، خلينا بكره خلينا بكره نرقص نغني يا صبي. قومي نرقص على الواحد ونص وقلبي طاير فيكي وعم بيبص. قومي نرقص على الواحد ونص وقلبي طاير فيكي وعم بيبص. شعرك الطويل عخصرك بيميل، شعرك الطويل عخصرك بيميل، رقصي للي حوالي. متى نرقص يا صبي وشبكي ايديكي بايدي، خلينا بكره خلينا بكره نرقص ونغني يا صبي. ايوه. اربعه شارع شريف.
أربعة. نكمل كلامنا عن الأسرة ال 18 من أسر الأسرات العصر الأسرات في مصر القديمة. والأسرة 18 من من أقوى أعتقد، مش كده جلادس؟ أقوى كتقل اقتصادي وعسكري وفني وكل حاجة وديني وكل حاجة. بقى طالعين من فترة هكسوس وحاجة كانت مش لطيفة. أنا أعتقد يا شريف إن الحافز اللي كان للملوك بتوع الأسرة 18 الوقعة بتاعت الهكسوس، انت فاهم، هو ده اللي حصل. طيب نرجع بقى، احنا كنا بنتكلم على امنحتب الاول وزوجته احمس ميرت امون. على فكره هي تبقى اخته، لان احنا كنا بنقول ان الملك بيتزوج اخته عشان الدم الملكي، ما خلفوش، فالنسل بتاع احمس الحقيقه وامنحتب انتهى. طيب هنعمل ايه واحنا لسه خارجين من فاهم فتره مهببه يعني؟ فظهرت شخصيه اسمه تحتمس الاول. هو تقريبا يا شريف هو مش من العيله المالكه، هو كان في القصر الملكي، واعتقد ان هو كان حد ذو ثقه، فهو اللي شال بقى ايه الليله كلها. فجيه تحتمس الاول وحكمه. على فكرة تحتمس الأول هو أول واحد استعمل منطقة وادي الملوك، هو أول واحد دفن هناك. احنا عندنا 62 مقبرة، أولهم تحتمس الأول وآخرهم بقى ملوك الأسرة العشرين الرعامسة بقى طبعا. مرورا بقى بحتشبسوت بتوت عنخ آمون، فاهم؟ بس طبعا مقبرة توت عنخ آمون آخر واحدة اكتشفت. هو من ساعة توت عنخ آمون لم يتم اكتشاف اي مقبره؟ بص لقوا مقبره بس ما كانتش لملك، فاهم ازاي؟ هو لسه في ملوك ما لقاهمش؟ مش معروف اكيد، بس مش بالكم. مش قادر اتذكر دلوقتي مين، بس معظمهم حاجه 90% منهم موجودين هناك. اتلقوا. اوكي. طب في ايه كمان في الاسره 18؟ طيب. او في الجزء لا ده احنا لسه بقى، انت دلوقتي عندك تحتمس الاول ابنه مين بقى تحتمس الثاني؟ بس هو كان ابن زوجه ثانويه، ولازم يبقى شرط يبقى مين؟ الام الملكيه. خلاص. فاضطر ان هو يتجوز اخته، الاخت الملكيه اللي والدتها الام الملكيه، اللي هي مين بقى؟ مين؟ حتشبسوت. اه شايف احنا بدينا ازاي؟ أحمس سادة الوصل، أمنحتب الأول، تحتمس الأول، ويعتبر تحتمس الأول مش من نسل أحمس وعيلة سقن نرعة بقى، لو احنا بنتكلم على عيلة سقن نرعة. أوكي. عندنا تحتمس الأول، تحتمس الثاني، حتشبسوت بعدين. وتحتمس الثاني بص هو في هو كان اللي احنا فهمناه ان هو كان شخصية ضعيفة، فحتشبسوت بقى هي اللي اتصرفت، وهي اللي كانت مسيطرة طبعا. خلاص، هي كانت شخصية قوية، وفي الغالب يا شريف ان هي تخلصت منه. واخد بالك؟ طيب هنتكلم عليها النهارده ولا الحلقه الجايه؟ لا الحلقه الجايه بقى، دي حلقه يعني. حتشبسوت اصلها دي ما بتهزرش. هي يمكن من اقوى ملكات مصر. حكمت 22 سنه. 22 سنه وليها معبد في فتره قويه. وخد بالك دي برضو كانت بدايه بقى ايه ظهور نفوذ كهنه الاله، مش امون بقى بس، آمون رع. لما بدأنا الأسرة 18 فعايزين يدوا بقى كريدت للإله آمون، فراحوا عاملين اتحاد بين رع في الشمال وآمون في الجنوب. بس بقى بعد حتشبسوت في أخناتون تحتمس ثلاثة. تحتمس ثلاثة ده اللي حامل الإمبراطورية المصرية. تحتمس ثلاثة أول إمبراطورية، أول جيش نظامي. أول جيش نظامي واحتل الدنيا كلها، مش كلها يعني، احتل العالم القديم. العالم القديم كله ده سهل. شكرا جدا. شكرا جدا. حداد، اتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 20 بكره الجمعه اجازة البرنامج، نكون معاكم على خير في نفس ميعادنا يوم السبت. شكرا لكم، باي باي.